السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم يا شباب؟ يا رب جميعا تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله هنكمل معاكم محاضرات الارتفيشال انتليجنت ان شاء الله. بإذن الله هنتكلم النهاردة على الجينيتك الجوريثم. اتمنى ان حضراتكم تكونوا بتذاكروا، وبإذن الله ان شاء الله انا معاكم تمام على الفيس لو اي استفسارات او اي اسئله. وكمان باشمهندس عمرو باذن الله هيكون معانا، وباذن الله انا مستنيه كده ان شاء الله مشاريع تكسر الدنيا. تمام، نبدا باذن الله المحاضره. هعمل فول سكرين بس. طيب، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا ان انا عندي جروب من الالجوريزم اسمها لوكال سيرش الجوريزم. اللوكال سيرش الجوريزم دي هدفها انها اوبتمايزيشن الجوريزم، او اصلا الجوريزمات هدفها انها تحسن الحل اللي موجود وانها توصل لاحسن حل. طبعا اغلب اللوكال سيرش الجوريزم اللي هي الاوبتمايزد الجوريزم او الاوبتمايزيشن الجوريزم بتقف امتى؟ لو انا وصلت الحل مش قادر احسنه اكتر من كده. يعني كل مره اطبق الالجوريزم هيطلع لي نفس الحل بنفس الكواليتي سكور او بنفس الفيتنس فانكشن او بنفس الاوبجكتيف فانكشن. تمام. طيب، الفكره ان المره اللي فاتت احنا اتكلمنا على الجوريزم اسمها الهيل كلايمينج، ده كان اول نوع من انواع اللوكال سيرش الجوريزم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن النوع الثاني من اللوكال سيرش الجوريزم واسمها جينيتك الجوريزم. على فكره الالجوريزم دي مهمه جدا جدا جدا، وما زالت تستخدم الى الان في اغلب المشاكل اللي بتحتاج الاوبتمايزيشن. تمام. وعلى فكره في الانترفيو كويشن في مجال الكمبيوتر ساينس عموما اغلب الاسئله ممكن تكون على الجينيتك الجوريزم، فالالجوريزم دي مهمه جدا جدا جدا. طيب، من اسمها جينيتك الجوريزم، اول حاجه تظهر في بالك ايه؟ كلمه جينيتك، يعني هل ليها علاقه بالجينات؟ هل ليها علاقه بالبيولوجي؟ فعليا فعليا الالجوريزم دي تم التفكير فيها او تم استقائها من طريقه بيولوجيه. يعني ايه طريقه بيولوجيه؟ اسمها بايو انسبايرد الجوريزم. هي مجموعه من الالجوريزمات تم التفكير فيها أو تم التفكير في خطواتها بناء على مشاهدة ظواهر بيولوجية معينة. فاكرين داروين؟ أنا أخدت أحياء، بس أنا مش عارفة أنتوا أخدتوا أحياء ولا لأ. أنا كنت مجموعة شاملة عموما ثانوية معادلة، فاللي أنا عاوز أوصل لكم حاجة. فاكرين في نظرية داروين لما كنا بنقول إن أنا بيبقى عندي مجموعة من الصفات، تمام، وفي صفات سائدة وفي صفات متنحية، وكمان كان يقول لي إن أنا لو عندي، فاكرين الهجين، إن أنا بيبقى عندي مثلا ثمرة مثلا طعمها حلو بس صغيرة، وثمرة تانية كبيرة بس طعمها وحش، لو أنا هجنتهم مع بعض يظهر لي هجين ثمرة جديدة خالص جمعت الصفات الحلوة بين الاتنين اللي هي طلعت لي برودكت أو محصول حجمه كبير وطعمه حلو. دي الفكرة بتاعت التهجين أو الوراثة أو حاجة زي كده. عموما عشان بس نخش في الموضوع، بصوا كده، الجينيتك الجوريزم هي معتمدة على داروين برينسيبل اوف سيرفايفل اوف ذا فيتنس. يعني ايه سيرفايفل اوف ذا فيتنس؟ البقاء للأقوى او البقاء للأصلح. بمعنى ادق هنا ان انا فعليا فعليا لو عندي سمة وراثية، او عندي مثلا، او ان انا فتست يعني عندي كواليتي معينة، او انا الاحسن في حاجة معينة، المفروض ان انا اللي هكمل في الجينريشن، اللي انا هكمل في الجينريشن يعني الصفة الحميدة اللي عندي هي اللي هتكمل في الجينريشن بتاعي، يعني هتكمل في ولادي وولاد ولادي وهكذا. وان فعليا فعليا اللي هو less fittest يعني من الاول ومن الاخر الصفات الوحشة المفروض انها تنقرض وما تكملش معايا في الجينريشن. دي فكرة الداروين برينسيبل بتاع survival of the fittest. بس فعليا في الاول وفي الاخر انا هحاول افهمكم الجينيتك الجوريزم اصلا هي عباره عن ايه. اولا هي نوع من انواع الاوبتمايزيشن بروبلم،
فعليا فعليا من الآخر أنا ببدأ بإنيشال سوليوشن وبحاول أحسنه لحد ما أوصل للحل الكويس أو الحل الأحسن. تمام، لو أنا وصلت الحل مش عارف أحسن فيه أكتر من كده فالألجوريزم هيحصل لها ستوب. تمام، دي كلها الشيرينج اتريبيوتس بتاع اللوكال سيرش الجوريثم سواء كانت هيل كلايمنج او جينيتك الجوريثم. طيب الجينيتك الجوريثم هي عباره عن نوع من انواع الالجوريثمات اللي احنا بنسميها ايفولوشنري كومبيوتنج الجوريثم. ايفولوشنري كومبيوتنج الجوريثم، ايفولوشنري معناها generations أو بمعنى أدق معتمدة إن أنا بوجد مجموعة من الأجيال، كل جيل بيمثل لي population أو بيمثل لي مجموعة solution للمشكلة، والمفروض إن الجينريشن ده أو البيبيوليشن ده يسلم الحلول الأحسن للجينريشن اللي بعده. بمعنى أدق إن الحلول اللي ذات الكواليتي الأحسن أو السكور الأعلى هي اللي تكمل معايا في النكست جينريشن، والحلول اللي هي الكواليتي بتاعها قليلة أو وحشة المفروض تضاي أو مش بتباص للجينريشن اللي وراه. من الأول ومن الآخر هبدأ معاكو. أول حاجة هي بتبدأ بكي راندوملي جينريتد ستيت. يعني ايه كي راندوملي جنريتد ستيت؟ من الاول ومن الاخر انا الجينيتك الجوريثم بتبقى عباره عن بوبوليشن، البوبوليشن ده عباره عن بول او عباره عن مجموعه سوليوشن للمشكله. انا هشرح لكم بمثال بس عشان بس نفهم الكلام. ايه معنى بوبوليشن؟ البوبوليشن هو عباره عن مجموعه حلول للمشكله. يعني انا دلوقتي ما ببداش بحل واحد للمشكله، لا انا ببقى عندي مجموعه حلول للمشكله. مثلا كي راندوملي جنريتد ستيت يعني كي راندوملي سوليوشن، يعني من الاخر لو انا عندي مشكله انا ممكن ابدا باربع خمس حلول للمشكله دي، بسمي الاربع خمس حلول مع بعض بوبوليشن. الحل الواحد بسميه كروموسوم، يبقى البوبوليشن عبارة عن مجموعة كروموسومات، الكروموسوم الواحد عبارة عن سوليوشن للمشكلة، جوه الكروموسوم الرقم الواحد عبارة عن جين. يبقى أنا بس عشان أتأكد معاكو إن إحنا وصلنا، أنا عندي مشكلة، المشكلة دي مجموعة الحلول بتاعتها الانيشال سوليوشن بتاعتها بسميهم بوبوليشن، يبقى البوبوليشن الواحد فيه مجموعه حلول، الحل الواحد بسميه كروموسوم، جوه الكروموسوم الرقم الواحد بسميه جين. تمام، each chromosome represent solution to the problem، ده ما فيش فيها مشكله. كل سوليوشن بطبق عليه objective function، الobjective function دي في حاله الجينيتك الجوريثم اسمها الفيتنس function. يبقى الفيتنس فانكشن هي الداله اللي هتقدر اللي انا هقدر بيها اقيم الكواليتي بتاع الحل. دلوقتي الحل ده حلو ولا وحش بناء على ايه؟ على الداله اللي انا هطبقها اللي هي بسميها الاوبجكتيف فانكشن من المره اللي فاتت، او في حاله الجينيتك الجوريثم اسمها الفيتنس فانكشن. طيب انا هيبقى عندي حاجه اسمها سيلكشن اوف كروموسوم، لما اجي اختار حل فبسمي الاختيار ده سيلكشن. تمام، يبقى دي الأساسيات الأول بتاع المفاهيم بتاع الجينيتك ألجوريثم. نبدأ بقى نخش في الألجوريثم ذات نفسها. قبل الألجوريثم ذات نفسها بصوا هنا كده، ده كله على بعضه، المربع ده فيه المربع كله على بعضه اسمه بوبوليشن، فيه كام كروموسوم؟ أربعة، A1 و A2 و A3 و A4. A1 ده حل و A2 ده حل و A3 ده حل و A4 ده حل. يبقى البوبوليشن مجموعه سوليوشن، السوليوشن الواحد بسميه كروموسوم. فلما اجي اقول لك صح او غلط، البوبوليشن هو مجموعه كروموسومز، صح. يبقى هنا البوبوليشن الواحد فيه اربعه كروموسوم اللي هي A1 و A2 و A3 و A4. A1 initial solution للمشكله، A2 initial solution للمشكله، A3 initial solution للمشكله، A4 initial solution للمشكله. الرقم الواحد، الرقم الواحد أو النمبر الواحد جوه الكروموسوم بسميه جين. ولو تلاحظوا كلمة بيبيوليشن، كلمة كروموسوم، كلمة جينز، يبقى في الأول وفي الآخر حاجة حتى الترمينولوجي بايو انسبايرد من البيولوجيكال فينومينا. تمام، نيجي بقى لخطوات الجينيتك الجوريثم. عشان ما انتهش في الفلو شارت اللي موجودة قدامي هنا، أنا هبدأ معاك بحل بسيط جدا.
ايه المشكله اللي انت عاوز تحلها وهاو تو انكود المشكله دي. من الاخر المره اللي فاتت بتاع الهيل كلايمنج او الجوريثم تسلق السله، انا نسيت اقول لكم الترجمه العربيه بتاعها، بس انا مش بحب كلمه الجوريثم تسلق السله، تسلق التله، سوري تسلق التله، تمام، هي اسمها الهيل كلايمنج، تمام. الجينيتك الجوريثم اسمها الخوارزميه الجينيه، يتقال كده، بس انا فعليا مش بحب الترجمه العربيه بالشكل ده. طيب انا عاوز اوصل لكم حاجه، انا فعليا كل اللي انا هتفق معاكم ان انا عندي مشكله، المشكله دي بعمل لها انكودنج، بعمل لها انكودنج يعني هاو تو ريبريزنت المشكله دي ان ماثيماتيكال فورمولا، بالتالي اقدر اسبمت الفورمولايشن ده بتاع المشكله للبرنامج واقدر اعمل الكود بتاعي، تمام. فانا قبل ما اشرح لكم الدياجرام المكلكع ده هنبدا خطوه خطوه. انا هحل ايه الترافلنج سيلز بيرسون. من المره اللي فاتت عرفنا ان الترافلنج سيلز بيرسون هي عباره عن مجموعه مدن وراجل، الراجل ده انا بسميه سيلز مان، سيلز مان اللي هو رجل بائع، وهو ترافلنج لانه رحاله المفروض يلف على كل المدن بحيث ان كل مدينه تتزار مره واحده بس. ده من المره اللي فاتت، واتفقنا ان الجول بتاعي هاو تو مينيمايزر الرحله دي، يعني الكوست الاقل، مثلا الوقت الاقل او المسافه الاقل، بس لازم كل المدن تتزار مره واحده بس، تمام. هو هنا انا ما اتكلمت شويه المره اللي فاتت عن الترافلنج سيلز بيرسون، هو بيقول لك انت فعليا عشان تو تيست افري بوسبل روت انت محتاج مضروب الان، والان هنا عدد السيتيز، فلو انت فعليا عندك 15 مدينه فمضروب ال 15 شوف كام سوليوشن، كام كالكوليشن الاول، اقصد مضروب ال 15 انت محتاج كام كام كالكوليشن، وانتوا اصلا اساتذه في الرننج تايم وهاو تو كالكوليت الرننج تايم، فستيل شوف الكالكوليشن اللي انت محتاجها، وبيقول لك مضروب ال 15 ده لو انت هتعمل 1 مليون كالكوليشن بير سكند يبقى انت محتاج على الاقل 15 يوم. شوف الكومبلكسيتي بتاع الالجوريزم دي، او بتاع مش الالجوريزم بقى، بتاع المشكله دي. طيب الترافلنج سيلز بيرسون احنا بنسميها في مجال الكمبيوتر ساينس ترافلنج سيلز بيرسون، بس فعليا ايه تطبيقاتها اللي موجوده في الريال لايف؟ اوبر، فعليا السيتيز اللي عندي هتبقى عباره عن ايه؟ عن الركاب او الرايدرز اللي هو بقى هيبقوا محتاجين توصيله، والتاكسي المفروض يلف عليهم كلهم بحيث ان انا في الاول وفي الاخر هماكسمايز ايه البروفيت بتاعي، ان انا الف عليهم كلهم واخدهم واوصلهم، وبحيث ان انا اماكسمايز البروفيت بتاعي واقلل الكوست بتاع الرحله، اقلل البنزين، اقلل التاخير، اقلل الوقت وهكذا. طيب حاجه تانية برضو اللي هو حته اليو بي اس، اليو بي اس ده في امريكا اللي هو الباكجنج ديليفري سيستم، لما يكون عندي اكتر من اكتر من بوينت هعمل لها ديليفرينج للباكجز بتاع الميل، مثلا لو انا عامل طرود معينه، فانا فعليا في الاول وفي الاخر لما بيبقى عندي اكتر من بوينت فانا المفروض الف عليهم بحيث ان اوصل لهم الباكجز بتاعتهم وامينيمايز الرحله، تمام، امينيمايز الكوست، تمام، وفي نفس الوقت برضو اماكسمايز البروفيت في نفس الوقت. والالجوريثم احنا متفقين ان المشكله ممكن تكون مينيمايزيشن، ان انا اقلل الكوست، او ماكسمايزيشن اكتر البروفيت او ايه اكتر الفلوس عندي. ففعليا في الاول وفي الاخر كل مشكله انت هتحلها ازاي، وانت هدفك المينيمايزيشن ولا الماكسمايزيشن، تمام. فاحنا هنطبق الجينيتك الجوريثم على الترافلنج سيلز بيرسون. اول حاجه بيقول لك انكود السوليوشن، انا هبدا بانيشال سوليوشن. الانيشال سوليوشن بتاع الترافلنج سيلز بيرسون من المره اللي فاتت اتفقنا ان انا بكتب ارقام المدن، وهنا انا عندي اربع مدن، فانا فعليا كل مدينه بمثلها برقم، وبناء على كده 1 4 3 2 يبقى انا هروح من المدينه رقم 1 للمدينه رقم 4، ومن المدينه رقم 4 للمدينه رقم 3، ومن المدينه رقم 3 للمدينه رقم 2. طب الكوست بتاع السوليوشن ده هو عباره عن ايه؟ المسافه من 1 ل 4، المسافه من 1 ل 4 كانت بواحد، زائد المسافة من 4 ل 3، من 4 ل 3 هتبقى ب 8، زائد المسافة من 3 ل 2 هتبقى ب 13، زائد المسافة من 3 ل 2 هتبقى ب 13، وأنا فعلياً هنا زرت الواحد وزرت الأربعة وزرت التلاتة وزرت الاتنين. ساعات الترافلنج سيلز بيرسون يقول لك خلاص كل مدينة اتزارت مرة واحدة بس، وساعات يقول لك إيه كمان أروح للإيه؟
للانيشال ستارت بتاعي. يعني في ناس بتشرح لك الترافلنج سيلز بيرسون كده، وفي ناس بتشرح لك الترافلنج سيلز بيرسون كده، بس هنا في الاول وفي الاخر الواحد هتكون اتزارت مرتين ان انا بدات بيها وانتهيت ليها، فعلى حسب ايه، فعلى حسب الفورميوليشن بتاع المشكله. يبقى انا هنا عملت انكودنج للانيشال سوليوشن او الحل بتاعي. انكودنج للسوليوشن ان انا حددت اول حاجه المشكله انا همررها للكمبيوتر ازاي، ان انا همررها عباره عن سترنج من مجموعه ارقام اللي هم الاربعه مقابل الاربع مدن، تمام. الكوست بتاع السوليوشن اللي هو عباره عن القيم اللي موجوده على الايدجز. طب الجول بتاعي ان انا امينيمايز التور، يعني امينيمايز ال 22 دي. يبقى ده اول خطوه في حته ايه، السوليوشن انكودنج، تمام. الالجوريثم بقى بتبدا ازاي؟ ان انا بجنريت بوبيوليشن، يعني بجنريت بول من مجموعة initial solution. طيب أنا بسمي عندي حاجة اسمها population size. إيه هو population size؟ عدد الحلول الابتدائية اللي أنا هبدأ بيها. لو أنا قلت لك عندي أربع حلول، يبقى أنا هجنريت أربع حلول بالشكل ده. يعني الحل الأولاني مثلا 1 4 3 2، الحل الثاني أتراندم 1 3 2 4، الحل الثالث أتراندم 4 3 2 1، الحل الرابع أتراندم 1 2 4 3. يبقى ده البوبوليشن سايز اللي هو عبارة عدد الانيشال سوليوشن اللي موجودين في البوبوليشن، تمام. واتفقت معاكم برضو ان البوبوليشن سايز فيكسد. لو انا بدأت باربعة سوليوشن يبقى هنتهي برضو باربعة سوليوشن من الاول ومن الاخر. انا بجنريت كل مرة، انا بجنريت في الاول وفي الاخر بفكسد البوبوليشن سايز، وبجنريت في اول مرة بس راندوم سوليوشن بناء على ايه، البوبوليشن سايز. يبقى انا فعليا هنا عندي البوبوليشن اللي هو جنريت انيشال راندوم بوبوليشن، اللي هو بجنريت هنا انيشال سوليوشن ات راندوم، عدد السوليوشن اللي انا بعمل لها جنريشن بناء على البوبوليشن سايز. هنا قال لك البوبوليشن سايز 4، كونستراكت الجينيتك الجوريثم انيشال بوبوليشن راندوملي، تمام. هنا في الاول وفي الاخر، ده الكروموسوم الاولاني، ده الكروموسوم الثاني، ده الكروموسوم الثالث، ده الكروموسوم الرابع، اللي هم الاربعه انيشال سوليوشن اللي هم بالشكل ده، وهاو تو جنريت دول باي راندوم راندومايزيشن وخلاص، تمام. الانتربريتيشن زي ما اتفقت معاكم، وفي نفس الوقت الفكره ان الواحد لوحده دي بسميها جين، الاربعه لوحدها دي اسمها جين، الثلاثه لوحدها دي اسمها جين، الاثنين لوحدها دي اسمها جين، 1 4 3 2 كلها على بعضها بسميها كروموسوم، 1 كروموسوم with 4 جين. بعدين بعمل ايفالويشن. ايفالويشن يعني ايه؟ يعني انا بالاربعه initial solution او الاربعه كروموسومز دول بحسب الاوبجكتيف فانكشن بتاعهم او الفيتنس فانكشن او الكوست بتاعهم. الكوست بتاعهم اللي انا اتفقت معاكم من 1 لـ 4 بواحد، زائد من 4 لـ 3 بـ 8، زائد من 3 لـ 2 بـ 13، وهكذا. يبقى انا عندي الحل الاولاني 22، الحل الثاني 23، الحل الثالث 18، والحل الرابع الفتنس بتاعته 24. يبقى انا بجنريت بوبوليشن وذ راندوم سوليوشن بناء على البوبوليشن سايز، بعدين بايفالويت كل حل ان انا اطبق عليه الفتنس فانكشن او الاوبجكتيف فانكشن. بعدين بعمل ايه؟ بصوا كده، من البيبيوليشن ده بختار كروموسومات عشان اطبق عليها شوية اوبريشن عشان احسن في البيبيوليشن. تاني، من البيبيوليشن ده، من البيبيوليشن ده بعمل ايه؟ بختار كروموسومات، يعني بختار حلول عشان احسن في البوبوليشن ده، عشان احسن النسل يعني. طيب منطقيا انتوا عشان تختاروا كروموسومات هتختاروا بناء على ايه؟ على الفيتنس فانكشن، صح. طيب دي مينيمايزيشن ولا ماكسمايزيشن؟ دي مينيمايزيشن، لان انا هدفي ان انا اقلل الرحله، فانا هختار الكروموسوم اللي الكوست بتاعه اقل، اللي هو هنا ال 18. طب لو انا هختار اتنين، يبقى انا هختار الاتنين اللي الكوست بتاعهم اقل، اللي هو اللي الكوست بتاعه 18 واللي الكوست بتاعه كام؟ 22. حلو.
يبقى دي كلمة selection. selection هدفها ان انا اختار من الـ current population كروموسومات او حلول هحاول احسن فيها بحيث ان هي لو حسنت فيها طالما دي الاحسن في البوبيوليشن فالتحسين عليها هيديني حلول احسن. هي دي الفكرة، ان انا لو حسنت على الاحسن، لو انا حسنت على الكويس هيديني احسن. هي دي الفكرة، لو انا حسنت على الاحسن في الكرنت بوبيوليشن يبقى ده هيوصلني للمور productive solution او المور optimized solution. يبقى اول طريقة من طرق السيليكشن ان انا اختار بناء على الفيتنس فانكشن. لو انا كنت عاوز اختار رقم واحد او سوري سوليوشن واحد فهختار المفروض ان هو السوليوشن اللي ليه الكوست الاقل لو هي مينيمايزيشن او الكوست الاكبر لو هي ماكسيمايزيشن. لو انا عاوز حلين يبقى اختار الاثنين الاكبر او الاثنين الاقل. تمام. طيب في طرق تانية من انواع السيليكشن. قالك سيليكشن باي راندوم. طب سيليكشن باي راندوم في مشكله ان هو ممكن اتراندمايزيشن يختار لي الحلول الوحشه فبالتالي كل مره عماله بتديني حلول اوحش. لكن قال لك في الجوريزم حلو قوي اسمها روليت ويل سيليكشن. هي روليت ويل سيليكشن دي انا ما اعرفش انتوا بتشوفوا إيلين دي جينيرس. هو توك شو اجنبي بس فعليا هو بيلعب لعبه زي حته عندك ويل كده اللي هي عبارة عن عجلة. تمام. وعندك selection point يعني عندك سهم. تمام. سهم على طرف العجلة والمفروض العجلة دي انت بتحركها بإيدك فبتدور. وبعدين السهم ده لما يقف على انهي واحد من دول، يعني لما يقف على 4 او 5 او 1 او 2 او 3 يبقى انا هختار من القطاع ده. هي اللعبة بتتلعب ازاي؟ مثلا وليكن الثلاثة دي هتبقى فيها فلوس والأربعة دي هتكون فيها فلوس والخمسة دي هتكون فيها فلوس والواحد دي هتكون فيها فلوس واثنين هيكون فيها فلوس. فأنا هحرك العجلة وبعدين الرقم اللي هيقف قصاده السهم، يعني مثلا اللون البنك ده لو كان 10,000 جنيه وبعدين حركت العجلة وبعدين لما جات العجلة وقفت السهم شاور على القطاع اللي فيه 10,000 جنيه فأنا هكسب 10,000 جنيه وهكذا. بقى كل رقم بيمثل قيمة فلوس. دي كلعبة. لكن فعليا الروليت ويل سيليكشن بيقول لك ايه؟ مش انت عندك فيتنس فانكشن؟ مش انت عندك هنا فيتنس فانكشن؟ حلو. بيقول لك لكل فيتنس فانكشن احسب بروبابيلتي. البروبابيلتي هتكون ايه؟ قيمة الاف بتاع الحل ده، هي الحل ده هنا كام؟ 22. قيمة البروبابيلتي بتاع الحل ده او نسبة السيليكشن بتاع الحل ده هتكون عبارة عن ايه؟ 22 على 22 زائد 23 زائد 18 زائد 24. يعني القيمة بتاع الكوست بتاع الكرنت سوليوشن اللي هو الحل اللي هو ال 22 على مجموع كل دول. طب هنا هتبقى 23 على 22 زائد 23 زائد 18 زائد 24. هنا 18 على 22 زائد 23 زائد 18 زائد 24. هنا 24 على 22 زائد 23 زائد 18 زائد 24. يبقى كل حل حسبت له البروبابيليتي. تمام. والبروبابيليتي الاكبر، البروبابيليتي الاكبر بمعنى لو هي ماكسمايزيشن الجوريثم يبقى البروبابيليتي الاكبر هحطها في القطاع الاكبر في الايه، في الدايره. يعني معنى كده بصوا، لو انا هفترض ان البروبابيليتي الاكبر هنا هتكون عبارة عن إيه؟ 24 على التوتال، صح؟ يبقى هي الكروموسوم 4، صح؟ يبقى هخلي القطاع الكبير ده فيه كروموسوم 4، ومثلا القطاع اللي وراه كروموسوم 3، وهنا كروموسوم 2، وهنا كروموسوم 1، ولما أجي ألف العجلة، لو السيليكشن بوينت شاورت على الكروموسوم 4، يبقى أنا هختار كروموسوم 4، أو هختار الحل الرابع. لو شاورت على الحل الأول يبقى أنا هختار الحل الأول، لو شاورت على الحل الثاني يبقى أنا هختار الحل الثاني. دي الروليت ويل سيليكشن، هي طريقة من طرق السيليكشن. اللي فاتت أنا قلت لكم أنا بختار بناء على الفيتنس فانكشن الأعلى. طريقة تانية إن أنا أختار إن أنا هلف العجلة راندوم، يعني فعليا وليكن هعمل راندمايزد كود أو راندمايزد نمبر في الكود، والرقم ده لو خد قيمة معينة يبقى بناءً على كده المفروض إن القيمة دي هربطها بإيه؟
هربطها بسلكشن بوينت معينه اللي هو هربطها بكروموسوم معين او بسوليوشن معين. من الاخر عشان ما توهكوش معايا، بصوا كده كل اللي انا هعمله هنا دي الانيشال سوليوشن بتاعتي، تمام؟ حسبت لكل واحده الاف اوف اي بتاعتها. شوفوا البروبابيلتي هنا، البروبابيلتي عباره عن ايه؟ ال 22 على ال 87 اللي هي التوتال بتاعهم، هنا 23 على ال 87، هنا ال 18 على ال 87، هنا ال 24 على ال 87، فدي البروبابيلتي. طيب هل دي ماكسمايزيشن ولا مينيمايزيشن؟ مينيمايزيشن. مينيمايزيشن الجوريزم، يبقى انا مش ههتم بقى بالبروبابيلتي الاعلى، لا ده انا ههتم بالبروبابيلتي الاقل، لان البروبابيلتي الاقل هتكون مربوطه بالكوست الاقل، وطالما هي مربوطه بالكوست الاقل اللي هو الاحسن سوليوشن عندي في المشكله، تمام؟ امال لو هي كانت ماكسمايزيشن، البروبابيلتي الاعلى لانها هتكون مقابله للفتنس الاعلى وبالتالي للاحسن سوليوشن اللي انا محتاجاه في المشكله. بصوا كده هنا انا هركز على البروبابيلتي الاقل، فالبروبابيلتي الاقل هنا هتكون للايه؟ للاف اي 18 اللي هي الكروموسوم 3، فانا هديله اكبر قطاع في الدايره، تمام؟ وبعدين ال 22 فانا هديله القطاع تاني، التاني اللي وراه الاكبر شويه، وبعدين السي 2 الاكبر شويه، وبعدين اخر فرصه او اخر قطاع الصغير قوي اللي هو السي 4. هي ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا ان انا في الدايره بقسمها قطاعات، والحل اللي انا عاوزه احتماليته يظهر لي كتير في البيبيوليشن هديله القطاع الاكبر، او بحيث القطاع الاكبر سوري القطاع الاكبر بحيث لما الف الدايره تكون التشانس بتاع ظهوره او فرصه ظهوره في البيبيوليشن اكبر، تمام؟ دي طريقة اسمها رولت ويل. رولت ويل اللي هي الدايرة زي ما اتفقت معاكم، ودي لعبة ودي مشهورة في الكازينوهات وكده في الغرب. فعليا هي الفكرة ان انا كل اللي انا بعمله ان انا زي ما قلت لكم كده كل كروموسوم هديله قطاع في الدايرة، بس الفكرة ان الكروموسوم الاحسن بالنسبة لي اللي انا عاوزة تبقى التشانس بتاعه او فرص ظهوره اكبر في الراندمايزيشن او اكبر في الظهور في البيبيوليشن بديله قطاع اكبر. بصوا كده برضو هنا، بصوا كل ما القطاع كان اكبر كل ما الدايرة لفت وظهر اكتر عند السلكشن بوينت، والقطاع القليل اللي هي البروبابيلتي بتاعته بتكون قليله فرص ظهوره بتكون ايه؟ اقل. طيب ما ننساش، يبقى انا عشان ما نتوهش مع بعض انا عملت ايه؟ انا كان عندي الحل اللي موجود عندي، عملت له انكودنج، عملت بيبيوليشن، البيبيوليشن ده ليه سايز، عملت جنريت انيشال سوليوشن، عملت ايفالويشن للسوليوشن دي بحيث طبقت الاوبجكتيف فانكشن او الفيتنس فانكشن، وبعدين المفروض ان انا هختار من الكرنت بيبيوليشن هختار كروموسومات او سوليوشن هحاول اعدلها، بمعنى اطبق عليها مجموعه من الاوبريشن بهدف انها تديني سوليوشن احسن. فيبقى لما بيبيوليشن يكون فيه سوليوشن احسن من البريفيوس بيبيوليشن، فبالتالي ده هدفي ان انا كل مره اجنريت بيبيوليشن في مجموعه سوليوشن احسن من البريفيوس بيبيوليشن اللي فيه انذر سوليوشن، تمام؟ طيب اول اوبريشن هطبقها على الكروموسوم اللي انا عملت لها سيلكشن، ابسط حاجه من السيلكشن اختاروا الكروموسوم اللي ليها بيست فيتنس فانكشن، بيست فيتنس فانكشن، بلاش الرولت ويل، تمام؟ خلونا ابسط حاجه خالص عشان ما تتوهوش معايا. الرولت ويل تمام، دي طريقه تانية من طرق السيلكشن، بس هنا ابسط حاجه ان انا هختار الكروموسومات اللي ليها مور فيتنس فانكشن، اللي هي ماكسيمم فيتنس فانكشن او مينيمم فيتنس فانكشن بناء على المشكله. هنا فعليا انا مينيمايزيشن، لان هاو تو مينيمايز التور دي، فانا هختار السوليوشن اللي هو الكوست بتاعه 18 والسوليوشن اللي هو الكوست بتاعه 22. طب ليه انا هختار 2؟ في جينيتك الجوريزم اوبريتور بتعتمد على 2 سوليوشن، وفي جينيتك الجوريزم اوبريتور تعتمد على 1 سوليوشن. من الاخر في جينيتك الجوريزم اوبريتور بتعتمد على 2 كروموسوم، وفي واحد بيعتمد على 1 كروموسوم. ايه هي الجينيتك الجوريزم اوبريتور؟
اول حاجه حاجه اسمها الكروس اوفر. ايه هي الكروس اوفر؟ فاكرين المثال بتاع الثمره برتقانه كبيره بس طعمها وحش حادق، وبرتقانه صغيره بس طعمها حلو. لما جيت هجنتهم مع بعض طلع لي برتقانه كبيره وطعمها حلو. فهو ايه اللي حصل؟ حصل كروس اوفر، تهجين بين حلين وطلع لي حل احسن من الاثنين اللي فاتوا. بصوا كده، قال لك ان انا عندي هنا الكروموسوم الاولاني اهو 1 4 3 2، والكروموسوم الثالث 4 1 2 3، ده اللي كان 18 وده اللي كان 22. لو انا عملت كروس اوفر قال لك اختار راندوم بوينت اوف كروس اوفر. راندوم بوينت اوف كروس اوفر يعني مثلا اختار ما بين الواحد والاربعة، ولا ما بين الاربعة والتلاتة، ولا ما بين التلاتة والاتنين. انا هختار البوينت مثلا ما بين الاربعة والتلاتة، فتبقى دي الكروس اوفر بوينت. نفس الكروس اوفر بوينت تكون في اللي وراه في الكروموسوم التالت. تاني، انا الكروموسوم دول اخترتهم بناء على البيست فيتنس فانكشن، تمام؟ بعدين اختار كروس اوفر بوينت، اختار راندوم بوينت يعني راندوم اندكس، وليكن هنا الاندكس رقم 1، الاندكس رقم 2، انا هختار ما بين 2 و3، ما بين الاندكس رقم 2 والاندكس رقم 3. الاندكس يعني هنا الاندكس رقم 1 او الرقم اللي موجود في اللوكيشن الاولاني، الرقم اللي موجود في اللوكيشن الثاني، الرقم الموجود في اللوكيشن الثالث، الرقم الموجود في اللوكيشن الرابع. فانا اخترت راندوم بوينت اللي هي موجوده بين اللوكيشن الثاني واللوكيشن الثالث. نفس الراندوم بوينت دي هختارها في الكروموسوم الثاني. وليه اخترت 2 كروموسوم؟ لان الكروس اوفر اوبريشن، افتكر عمليه التهجين تتم بين حاجتين، تمام؟ بصوا كده، يبقى دي نفس الكروس اوفر بوينت ودي نفس الكروس اوفر بوينت بين الحلين. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل علامه الضرب. يعني ايه؟ هاخد الواحد والاربعه مع الاثنين والثلاثه، وهاخد الاربعه والواحد مع الثلاثه والاثنين كانها كروس اوفر. فاكرين لما كنا بنعمل ايه؟ طرفين في وسطين. بالظبط، الطرفين في الوسطين. يبقى انا هنا 1 4 2 3 ده اول اوف سبرينج، وبعدين 4 1 3 2 ده تاني اوف سبرينج. ايه هو الاوف سبرينج؟ هو عباره عن ناتج الكروس اوفر. الكروس اوفر اوبريشن بتنتج كام اوف سبرينج؟ 2. ليه 2؟ عشان انا بعمل طرفين في وسطين، بهجن. احنا هنجنا كلنا، انا عارفه ان انتم مهنجين معايا حتى لو مش شايفاكوا، بس انا حاسه بيكوا دلوقتي وانا هنجت، تمام؟ هي الفكره في الاول وفي الاخر بهجن حلين عشان اوصل لحلين احسن منهم. فاكرين لما بنقول لك انا لما باباك يقول لك انا عاوزك يا ابني تكون احسن مني؟ بالظبط كده، احنا عاوزين الاوف سبرينج اللي هم التشيلدرن يكونوا احسن من البيرنت. البيرنت بالنسبه لي هم الكروموسوم، والاوف سبرينج بالنسبه لي هم التشيلدرن، تمام؟ تمام. انا مش عارفه الجهاز حاسه هو هنج، لان احنا بسيره التهجين فهنج، تمام؟ طيب، انا جيت تاني لنفس السلايدز، برضو هو بيقف عند الكروس اوفر. طيب، يبقى احنا هنا اتكلمنا عن الكروس اوفر. تاني جينوتيك اوبريتورز هو الميوتيشن. الميوتيشن سهل خالص. هو ايه معنى كلمة ميوتيشن؟ هو ليه الكورونا فيروس كل شوية بيقولك بلاش تنزلوا وبلاش تتجمعوا عشان الفيروس ما يتنقلش؟ لان الفيروس بيحصل له ميوتيشن. ميوتيشن يعني at random point الفيروس التركيب الجينو بتاعه بيتغير. يعني هنا at random point الحل بيتغير، بمعنى تغيير الحل. طيب الميوتيشن operation دي محتاجة 1 كروموسوم، لكن الكروس اوفر اوبريشن بتبقى محتاجة 2 كروموسوم. بص كده، بيقول لك انت عندك اوف سبرينج. اوف سبرينج او ممكن تقول سوليوشن، ماشي؟ اختار ميوتيشن بوينت. ميوتيشن بوينت ات راندوم، يعني ممكن تقول انا هبدل بين الواحد والاربعة، او هبدل بين الواحد والاثنين، او هبدل بين الواحد والثلاثة،
او هبدل بين الاربعه والاثنين، او هبدل بين الاثنين والثلاثه، دي اللي احنا عملناها في الهيل كلايمنج. تمام، هي كانت ميوتيشن. تمام، هي الفكره في الاول وفي الاخر حضرتك كل اللي هتعمله ايه، ان انت هتختار ميوتيشن بوينت ات راندوم. انا هنا خليتهم اتنين ميوتيشن بوينت، بمعنى ايه؟ رقمين ات راندوم هبدل ما بينهم. فهنا في الحل قال لك ما بين الاثنين والثلاثه، ما بين الاثنين والثلاثه مش معنى كلمه اتنين وثلاثه، ما بين الرقم اللي موجود في الاندكس الثاني والرقم اللي موجود في الاندكس الثالث. هنا ده الرقم الموجود في الاندكس الاولاني، ده في الاندكس الثاني، وده في الاندكس الثالث، يعني هو عاوز يبدل بين الاربعه والاثنين. بصوا كده، هو بدل بين الاربعه والاثنين خلاها 2 و4. يبقى هنا فعليا هو ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل ان ده السوليوشن اللي كان عندي طبقت عليه ميوتيشن، والميوتيشن دي كانت 2 بوينت اوف ميوتيشن، يعني رقمين بدلت ما بينهم، طلع لي another solution، another solution. طيب الفكرة معناها ايه بقى؟ الفكرة هنا ان انت فعليا كل اللي بتعمله ان انت بيبقى عندك generation في مجموعة حلول، الحلول دي اتراندم، هختار منهم احسن حلين. تمام، احسن حلين من الكرنت بوبوليشن، احسن حلين دول هطبق عليهم اول اوبريتور اللي هو الكروس اوفر. الكروس اوفر، فالكروس اوفر الحلين اللي عندي هيطلعوا لي 2 اوف سبرينج، ال 2 اوف سبرينج دول هيريبليس ابهاته. مش انا كان عندي الاول حلين، بصوا كده، مش انا كان عندي هنا الحل ده والحل ده، لما انا طبقت الكروس اوفر بقى عندي ده وده، فدول الاثنين نتجوا من دول، فانا هلغي الاثنين دول وولادهم هم اللي هيحلوا مكانهم. تمام، طيب بعدين بقى هعمل ايه؟ واحد من ولادهم هطبق عليه الميوتيشن، هختار انهي واحد؟ ممكن تختار اللي هو الفتنس فانكشن بتاعته احسن لك، احسن لك في الحاله دي، هيبقى الكوست الاقل، يعني لو واحد ب 18 وواحد مثلا ب 20 يبقى انا هختار ابو 18. حد هيقول لي طب وارد ان الابن يبقى الكوست بتاعه زي الكوست بتاع الاب؟ اه مفيش مشكله، يعني لو انا عندي على فكره احنا مش هنقول بقى هنا كمان ابهات البيرنتس، ما هو البيرنتس اب وام، الاب وام الكوست بتاعهم 18، طلعوا ولدين الكوست بتاعهم 18 و20. طب هو انت هتلاحظ كده ان الابن ما حسنش الاب فعليا، تمام، بس ستيل انا ممكن اخده بعد كده واحسن عليه بطريقه ثانيه. بس اللي انا عاوز اوصل له هنا ان ممكن الاوف سبرينج يكونوا احسن من البيرنتس، وممكن يكونوا في نفس الكواليتي بتاع البيرنتس، وممكن يكونوا اسوأ من البيرنتس. بس احنا عشان احنا معتمدين في السيلكشن، ان احنا معتمدين ان احنا بنختار المور فيتنس فانكشن او السوليوشنز اللي ليها فيتنس احسن، فبناء على كده انا ببقى حاطط في بالي ايه؟ ان دايما البوبوليشن هيجنريت سوليوشن احسن من اللي فات. تمام؟ برضو هنا هو بيقف عند نفس السلايدز دي. تمام، احنا خلصنا هنا الميوتيشن. بصوا بقى انا عاوزه افهمكم حاجه ولازم تكونوا معايا. بصوا انا هفتح الكاميرا هنا، ركزوا معايا. تمام، في الجوريزم جينيتك الجوريزم، انت بتجنريت البوبوليشن، وبعد ما تجنريت البوبوليشن المفروض بتسلكت كروموسوم عشان تطبق الكروس اوفر. تمام، هيطلع لك 2 اوف سبرينج، هتاخد الاحسن فيهم وتطبق عليه الميوتيشن. ده طريق. ناس تانية بتدي نسبه كروس اوفر ونسبه ميوتيشن للبوبوليشن الواحد، بمعنى لو انت عندك بوبوليشن، البوبوليشن ده فيه 10 سوليوشن مثلا، فيقول لك من ال 10 سوليوشن خد 8 طبق عليهم كروس اوفر، وخد 2 طبق عليهم ميوتيشن. يعني مش نفس اللي حصل عليه كروس اوفر يحصل عليه ميوتيشن. تاني، فيه
طريقة، ان انت اللي طبقت عليه كروس اوفر هتطلع اتنين اوف سبرينج، تاخد الاحسن تطبق عليه ميوتيشن، يبقى كده نفس الكروموسوم طبقت عليه كروس اوفر وبعدين ميوتيشن. حل تاني او ناس تانية بتدي نسبة ميوتيشن ونسبة كروس اوفر، ومن البيبيوليشن الواحد مثلا لو هو 10 سوليوشن هيقول لك مثلا لو النسبة 8 من 10، فانت فعليا خد 8 كروموسوم طبق عليهم الكروس اوفر وخد 2 طبق عليهم الميوتيشن، تمام؟ فانت على حسب وانت بتقرا الجينيتك الجوريزم متطبقه بالشكل ده ولا متطبقه بالشكل ده. في برضو حل تالت يقول لك ايه، لو انت عندك 10 سوليوشن خد 5 زي ما هم، يعني انقل 5 من الكرنت بيبيوليشن، انقل 5 حلول زي ما هم من الكرنت بيبيوليشن للنكست بيبيوليشن، هيتبقى لك 5 تانيين، الخمسة التانيين خد 3 اعمل عليهم كروس اوفر وخد 2 اعمل عليهم ميوتيشن. طب 3 هيحصل ما بينهم كروس اوفر ازاي كل 2 مع بعض وطلع ناتج الاول والتاني، التاني والتالت، الاول والتالت وهكذا. فانت الفكرة ان انت برضو في الاول وفي الاخر انت مثبت البيبيوليشن سايز. يعني ايه مثبت البيبيوليشن سايز؟ يعني البيبيوليشن سايز ب10 في كل مرة هيبقى ب10. فانت كل اللي بتعمله ايه؟ انت بتشيل الكروموسوم وبتحط الاوف سبرينج. في كروموسومات بتتنقل من الكرنت للنكست زي ما هي، وفي كروموسومات بيحصل لها تشينج بالكروس اوفر او بالميوتيشن، تمام؟ طيب هو انا على فكره فتحت الكاميرا عشان في زمايلكم في سنه ثالثه بايو قالوا لي احنا بنبقى عاوزين نشوفك كده نحس في تفاعل، فاتمنى يكون في تفاعل يعني، تمام؟ وانا سامعه دلوقتي صوت موبايل بيرن وحد قاعد بياكل، فبالرجاء الانتباه للمحاضره. طيب بصوا كده، ده الكلام اللي انا قلته، يعني من الاخر ده الكلام اللي انا قلته عشان ما اطولش الفيديو، هو نفس الكلام. طب افضل اعمل في الالجوريزم دي امتى، لحد امتى؟ هو انا كل مره مش بجنريت بوبيوليشن، صح ولا لا؟ انا دلوقتي كان عندي الكرنت بوبيوليشن، تمام، طبقت عليه كروس اوفر وميوتيشن ونقلت شويه زي ما هما، فبقى عندي نيكست بوبيوليشن. لو لقيت ان النيكست بوبيوليشن ما حسنش حلول، يعني في حلول الفيتنس فانكشن بتاعتها اقل، طبعا انا لو في الترافلنج سيلز بيرسون يبقى ههتم بالاقل، لو في مشكله تانية ممكن ههتم بالاكبر. يعني من الاخر لو السوليوشن بتاعي في الكرنت بيبيوليشن احسن من البريفيوس بيبيوليشن فانا هكمل. طب لو الكرنت بيبيوليشن في سوليوشن اسوأ من البريفيوس بيبيوليشن فهوقف. من الاخر زي الهيل كلايمنج، طول ما في تحسين في الحل انا عماله بكمل، اول ما الاقي ان الحل بيبدا يوحش فهقف. او حل تاني ان انا بدي الالجوريزم نمبر اوف جينيريشن، يعني مثلا انا كاني هقول لها افضلي اشتغلي على الالجوريزم دي او على البوبيوليشن ده لحد 500. لحد 500 يعني انت في الاول وفي الاخر هتجنريت 500 بوبيوليشن، وفي البيبيوليشن رقم 500 احسن حل باحسن فيتنس فانكشن هو ده هيبقى السوليوشن. ده اتجاه. اتجاه تاني لا، بيقول لك ان انا هعمل بيبيوليشن جديد، لو لقيت الحلول بتديني احسن من اللي فات فانا هكمل، لو لقيت الحلول اسوأ فانا هوقف، تمام؟ طيب دي الكلام اللي انا قلته كله. اعتقد ان انا طولت كتير في المحاضرة. طيب أنا هقفل على كده وهدي مثال في محاضرة تانية، تمام؟ في جزء تاني أقصد من المحاضرة، تمام؟ أشوفكم على خير بعد شوية، تمام؟ ما تمشوش، لأن أنا إن شاء الله هعمل بس الجزء التاني بتاع المحاضرة بعد شوية.